واحد بيشطف في الناس يمينا ويسارا، والنهارده يرفع ضد الوزير والجهه الاداريه عشان يوقف الرياضه المصريه ويوديها للقضاء العالي، ويوديها للقضاء العالي. يا جماعه امبارح الناقد الرياضي الكبير الاستاذ وليد قاسم اتكلم معانا في موضوع قضيه الكابتن عبد الرحيم محمد. يعني تخيل انت عبد الرحيم محمد هذا الاسم العظيم المحترم، لما ولاده يعني اولا دعك من انه رفض خروج جثمانه من نادي الزمالك، دعك من انه علق ورقه وقال ما عرفش حد اسمه عبد الرحيم محمد اللي هو زملكاوي قبل ما هو يعرف طريق باب نادي الزمالك. دعك مش هتكلم في كل هذه الامور، لان عبد الرحيم محمد ربنا نصره نصره كبيره جدا في جنازته وفي عزاه، وجاء له العدل من السماء، لان كانت خاتمته خاتمه سعد وخاتمه نور تدل على كان رجل صاحب وبقى صاحب موقف ومحترم. النهارده الرموز اللي راحوا يوم الجمعه نادي الزمالك نسيوا حتى عبد الرحيم محمد زميلهم، نسيوا عبد الرحيم محمد اخوهم، نسيوا عبد محمد اللي هو تفانى في خدمه الزمالك. محمد عبد الرحيم محمد النهارده بينتظر ان العضويه ترجع، ولا حياه لمن دونادي. صدأت القلوب بران على قلوبهم، خلاص اصبحت لا تحس ولا تشعر، يتاجروا بآلام الناس وآلام الاخرين. يريد حتى ان يشطب عضوية ما تبقى من عائلة عبد الرحيم محمد، لكن عبد الرحيم محمد باقي غصب عنه وعن اهل، ان عبد الرحيم محمد هو الزمالك، ومالك شرف كبير ان يكون لي ابن اسمه عبد الرحيم محمد رحمه الله عليه، عبد الرحيم محمد اللي اسعد الملايين، عبد الرحيم محمد اللي اسعد الزكويه، عبد الرحيم محمد اللي رفض كل محاولات التصالح لمجرد انه يسلم عليه، لانه قال له انا بختلف معاك على نادي الزمالك ولا اختلف معاك على ارشيه. عبد الرحيم محمد قصد كلما لقيته وكلما جلست معه يقول لي له مني كل احترام وتقدير كرئيس للنادي، وبعتبره رمز للنادي وارفض التجاوز في حقه، ولكن خلافي معه خلاف على الكيان، كان عظيم محتار في خلافه، لم يتلفظ لفظا خارجا في حقه. لماذا هذا الحقد على رجل في القبر يا اخي؟ لماذا هذه الكراهيه؟ رجل توارث ترى واصبح من في عالم الموتى، ايه الكراهية اللي عندك دي؟ الراجل مات، الراجل خلاص مش معانا من اهل الدنيا، اذكروا معسنا موتهم، اقسم بالله لم يتجاوز حقك طول ما هو هي، وكان دائما اللي دماغه ويقول لي اياك ان تلخص قضيتي، انا قضيتي نادي الزمالك، عشق الزمالك، حب الزمالك، بختلف من اجل نادي الزمالك، انا شايف ان في بعض الامور الخاطئه لابد من تصحيحها، ولكن له مني كل الاحترام، وراجل ناجح بجمعيه عموميه وبعتبره رمز للنادي، هكذا كان يقول لي عبد الرحيم محمد. يرفض اهانه اي شخص ويقول مجلس اداره ورئيس نادي لابد ان نحترمه ما دام جه من خلال الانتخاب، ولكن اختلافي على النادي على الكيان انا ما بتجرك في المواقف. انا نفسي اعرف سبب على حقدك على عبد الرحيم محمد، انا نفسي اعرف سبب موجع على اللي انت بتعمله. اقسم بالله العلي العظيم انا عندي قصص من داخل بيتك، ولكن انا عشان متربي وانت عارف اللي جوه بيتك، وانت عارف ايه المشاكل اللي جوه بيتك وعندي تفاصيلها، لكن انا عشان متربي ومحترم اكراما لهذا الرجل عبد الرحيم محمد لن اتعرض لذكر اسرار البيوت. لكن عارف انت لو عرفت عني او على حتى عبد الرحيم الميت حاجه وحشه هتعمل فيديو وتطلع تشنع وتقول في الخمر يا ليل، وانت عارف انا اقصد ايه، وانت عارف انا اقصد مين، وانت عارف ايه الازمه اللي جوه بيتك ومن قلب صلبك، وعارف المشكلة ايه وعندي بالتفصيل، لكن مش هقولها احتراما. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، لان احنا تعلمنا الاعلام المحترم، الاعلام الذي لا يفشي اسرار الاسر والعائلات، لان ده ما يهمش الناس. ولكن انا حبيت اقول لك اللي يوجع يعرف يوجع ازاي، ومهما كانت قوتك ممكن اللي انت مستضعفه يخربش لغايه ما يقطع وريد، ولكن احنا مش هنعمل كده لان احنا محترمين، محترمين جدا. ولكن احترم، احترم عبد الرحيم محمد في قبره، وخلص ادويته لانها تكون القضيه القادمه لنا
لن نترك حق اولاده يضيع، ولن نترك قضية عبد الرحيم محمد. واذا كنا قد صمتنا قليلا لنمهلك ان تلم هذه الاشلاء وهذا الموضوع لن نصمت كثيرا. وحق عبد الرحيم محمد عيديله بالقضاء بالاعلام عيديله، ولكن استهلف كل رمز من اللي كانوا يوم الجمعة، بالله شكله كومية وعيال عبد الرحيم محمد ممنوعين من دخول النادي، شكله كومية وممنوع التجديد العضوية ليهم، شكله كومية وهو بيقطع الورقة ويقول الزمالك ما يعرف حد اسمه عبد الرحيم محمد. تأدب تأدب، الزمالك يشرف باسم عبد الرحيم محمد، لكن الزمالك ما يعرفك المتجاوزين والمخالفين للقانون والمتاجرين في العملة وبتوع الحسابات السرية. عبد الرحيم محمد اسم كبير، لما تتكلم عنه وهو في قبره تتعلم الأدب او تصمت لا تذكر شيئا.